واحد من النجوم الكبار اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا ورائعة جدا للمارد الأحمر. السوداني المصري عاشق مصر، النجم اللي أفتكر عم عبده البقال اللي أخده في 93 في 73 وحبسه في بيته علشان ما يروحش في حتة ويوقع للأهلي. أفتكر عم عبده كان عنده بعد نظر قوي، لأنه أفتكر برضو كان عارف أنه شطة هيكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة القدم المصرية. كابتن شطة برحب بيك ومنورنا. مساء الخير يا كابتن. حضرتك طيب؟ مساء الخير. مقدمة حقيقة أول مرة من عنصر نسائي. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ منورنا جدا حبيبي. شكرا. منورنا يا كابتن طبعا. أشكرك جدا. منورنا أنت وحشني طبعا على المستوى الشخصي، ومنور البيت الكبير بيتك، وعلى المستوى طبعا طبعا. ما ترددتش أبدا والله لما بعتوا لي، وحتى ماتش باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ كان شغال وانا في الطريق جاي للبرنامج. خلص 1-0. طب 1-0 الحمد لله. انا بالنسبه لي الحمد لله. لا طبعا.